ولا فرق جديدة لكأيه من المنبر اللي هو باقي كيحافظوا على هذا التراث المغربي الأصيل وكنزكيهم من مدينة العرائش. طبعا منين جبنا صقور مدينة العرائش والسلوك المغربي الحر بدا كيتسألوا بعض السكان وبعض الشباب هذا الترج شنو اسمه؟ شي كيقول هذه بومة، شي كيقول هذه موكا، ما كيعرفوش اسمه ديالو. هذا الطير الحر المغربي اللي هو الاجداد ديالنا كان كيصيدوا به، وكان اي دار من قبل كتدخل الا مجموعة حصان والسلوبي والصقر. قالك اللي ما عندوش الحصان في داره والسلوبي في داره كيتعد من الفقراء. فطبعا هذه تقاليد اجدادنا وكيخصنا احنا نحافظوا عليها ونحافظوا على التراث ونوريوه للاطفال ديالنا. طبعا احنا بغينا نزيدوا بعد التراث وهو الحصان المغربي اللي هو طبعا كيتواجد معنا واحد رئيس الجمعيه وقال لي ودي واحد اللعبه كاينه في المغرب كتلعب غير دار السلام في الرباط وبغينا نجيبوها الى مدينه عرائش باش نشوفوها. هي رفع الحواجز والحصان اللي كان كتلعب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا كيديروها الجيوش العربية. والآن بغينا احنا غير نوريو كيفاش كان الجيش العربي القديم اللي كان مع الصحابة كيفاش كان كيهزو بالحصان، كيجري الحصان وكيهز الحاجز من الأرض باش كيبين البراعة ديال. وبغينا نضيفوها في هذا المهرجان. وطبعا إضافة ثانية هي مطر. مطر كانت كتلعب هذه اللعبة التراثية في الأربعة عياشات، وهذه السنة بغينا نقربوها لمدينة عرائش باش يشوفوها سكان مدينة عرائش حتى إذا ما كانش اتساع، لأن مطر كتحتاج واحد المسافة بعيدة باش يجري الحصان ديك الدمية، الدمية يجري بها واحد جوج أو ثلاثة كيلومتر، لكن حنا غنحاولوا نعملوا له واحد المسافة قريبة أول مرة ويشوفوها سكان مدينة عرائش وضواحيها والناس اللي غادي يجيو ضيوف عندنا يشوفوها. وهذا الشيء اللي غادي نقولوا.